هالشمسية اجت لحالها، شكلها واحدة من معجباتي. هاي فوائد الشهرة. شكرا كتير. هاي انت، هاي شمسيتي. انت حرامي، رجع لي شمسيتي. هاد انت؟ هاي شمسيتي انا، كنت ماشي بالطريق وهي اجت لعندي. بس هاي الشمسية بناتية، كيف ممكن تكون لك؟ فهمني. هاي الشمسية لألي، لألي طول ما انا ماسكة. اصلا انت مبليتي اكتر مني. لك انا صرت كلي مي بسببك، اعطيني اياها وخليني روح. هاي الشمسية لي، هي اجت لعندي لانها بتعرف انه كاران اهم من بنت سخيفة مثلي. حاجتك حكي فاضي، هاي شمسيتي رجع لي اياها بقى، اعطيني اياها خلصني. بس شو الدليل انها الك؟ دليل؟ ايه دليل، يلا اعطيني دليل والا انا رح اضطر اني اخذها لألي. كيف؟ أنا ما عم أفهم شو هالمنطق السخيف تبعك، عن جد ما عم أفهم. ما عم تفهمي لأنه حضرتك ما عندك شغلة غير تضلي لحقتيني، وهلأ طلعتيني بحجة الشمسية. حلو، أنت واحد مغرور. رجع لي الشمسية بقى. تركي فلتيها. هذا خلاص كاران، هاتيها. لحظة بس، ما عندي غير شمسية واحدة، إذا شديناها كتير رح تنكسر. لو سمحت رجع لي الشمسية، إذا ضليت هيك تحت المطر أنا رح أمرض. أنت ممثلة رائعة على فكرة، كتير ذكية، مفكرة صدقتك؟ ايه طيب ماشي، اللي وين سيارتك؟ انا رح وصلك على سيارتك، وبعدين انت بدك ترجع لي هاي الشمسية لانه انا بدي اطلع بالباص وبحاجتها لهالشمسية اكتر منك، عم تستوعب؟ سيارتي عطلت من لما فتت على حارتك البشعة هي. بتعرفي شو؟ انا رايح لعند الميكانيكي، بتوصليني لعنده وبعدين بتاخديها. تجي معي؟ خلينا نروح. طيب من هون؟ كمان ما بتعرف وين الميكانيكي؟ لك مو من هذا الطريق اصلا. أنا عجد كتير متوترة منك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.